بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متأسف على التأخير في الفيديوهات، بس أنا ساكن في منطقة تقريبا يعني إيه مع كلاكسات عربيات، تكاتك، الأطفال بتاعك في الشارع، يعني إيه كل حاجة هتلاقيها موجودة. نبدأ إن شاء الله على طول. إمبارح آخر مرة كنا بنتكلم في إن لو معاك فونت أنت مش لاقيه، يعني لو معاك خط أنت مش لاقيه أو ما عندكش وقت ترسم، فكنت اقترحت ان في موقع اسمه ديفونت. ده الموقع للناس اللي حبت التكبير اهو، ده اسم الموقع وان شاء الله هسيبه تحت في الديسكريبشن. انا باجي هنا على قائمة توب وبكتب بكتب الجملة اللي انا عايزها whatever ايا كانت الجملة مثلا، وبدور في الفونت اللي يتناسب معايا، بلاقي اشكال الفونت. باجي هنا من القايمة دي، يعني مثلا انا لقيت في فونت هنا، الفونت ده قريب شوية من اللي انا عايزه، او ده او ده او ده whatever، يعني انا لقيت الفونت ده مثلا قريب من اللي انا عايزه، فبخش على القايمة بتاعته دي من هنا او هنا، فاختار دي. تمام كده هيفتح معايا قايمة تانية، من القايمة دي هقدر اختار بقى اقرب الفونت اللي انا عايزه بالظبط، لان كل فونت من دول اللي كان في القايمة اللي قبل دي كان عبارة عن عنوان القايمة اللي هو فيها. تمام كده. الساعة 2 انا رفعت صورة على الفيس، وقلت يا جماعة دي الصورة اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة، فان شاء الله هنبدأ بالصورة دي. دي يا جماعة الصورة اللي انا رفعتها على الفيس الساعة 2، وقلت ان شاء الله هنبدأ بالصورة دي. مبدئيا انا عشان برضو الوقت بالنسبة لي انا راسم، تمام، وراسمها على الثلاث برامج، فالمفروض ان الناس هتعمل خطوات زي ما احنا اتفقنا، ان احنا هناخد الاول تعديل الصورة، هنشوف اخد الحجم اللي انا عايزه بالظبط، اشيل الزيادات، تمام، وهبتدي ان انا اتعامل مع الصورة عادي خالص، بصغر، بوضح حاجة عايزة تتوضح، حاجة عايزة تغمق، حاجة عايزة تفتح. تمام يا جماعة، وببتدي ارسم. الناس اللي شغالة على كوريل هتبتدي ترسم، الناس اللي شغاله على الستريتور كله هيرسم طبيعي كده، دي مبدئيا يعني. الناس اللي بتاخد الصور سيلكت، يا جماعه الموضوع ده تقريبا بيبقى فيه عيوب ملهاش حل، يعني عيوب كتيره جدا 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 ملهاش حل، وخصوصا اذا كانت الصوره اصلا بايظه. ده اول شيء. تاني شيء هنحتاج طبعا نعرف اختصارات موجوده كتيره، يعني مثلا النقط اللي موجوده قدامي دي انا لو عايز اعملها على الفوتوشوب ازاي اعملها بسرعه، لو عايز اعملها على الستريتور ازاي اعملها بسرعه، لو عايز اعملها على الكوريل اعملها بسرعه. فتقريبا لو الناس رسمت او لو حد شاف الصوره واشتغل ورسم تقريبا، يعني الناس اللي هي لسه في الاول هيبقى معاها مشكله في الرسم ده. فهنبتدي بس ايه توضيح بسيط قبل ما ارسم، قبل ما نتعرض للرسم والحاجه الموجوده. انا يا جماعه لما قابلني صوره زي دي وعايز ارسمها، بالنسبه للنقط طبعا الناس كلها بتعرف ترسم ده اكيد، يعني الحاجات بقى اللي هي البسيطه زي ايه، حاجات الخفيفة زي مثلا انا ما قابلني اوبشن زي يعني اوبجكت زي كده انا ازاي اعمله، فبضطر يا جماعة ان انا ارسم عادي خالص. وبعد ما برسم بختار برسم بالباص، انا هنا معلم على قائمة الباص اهي ان هو يفعلها بالماوس. وبعدين بعد ما برسم خالص خلصت رسم، باخد من الباص دي باخد ايه، باخد بضغط على شيب. يا جماعة طبعا مفيش أي تغيير ظهر، لكن أنا لو كبرت الصورة هلاقي إيه، في شيب ظهر أهو مرسوم. طيب أنا هاجي على الشيب ده وأقول له أنا مش عايزه متلون، أنا مش عايز، هو دلوقتي مالي لي فيه فيل واللاين، أنا مش عايز اللاين، أنا عايز الفيل بس، أنا مش عايز الفيل، أنا عايز اللاين. هختار مثلا أي لون وهتفر، وبعدين هضطر إن أنا أظهر اللون، وبعدين هاخد من قائمة أوبشن من نفس القائمة اللي أنا كنت فاتحها، هلاقي في عندي هنا الأوتلاين، في حاجة اسمها هنا دي الأدوات، دي الحاجات بتاعتي اللي ممكن استخدمها، دي عشان أخلي إنها دايرة. دي الأوبشن دي موجودة من الأوبشنات الجديدة في الفوتوشوب، يعني تقريبا ما هيش موجودة في الإصدارات قبل سي الستة، اللي قبل كده مش موجودة فيه، وأقدر أتحكم فيها، أقدر إن أنا أخلي دي نقطة بس عن طريق إن أنا أخلي دي صفر، فأخلي بدل ما هي دايرة أخليها نقطة، وعلى هذا المنوال يعني. دي حاجة. في الطريقة التانية بالنسبة للفوتوشوب، تمام كده يا جماعة.
بالنسبة للفوتوشوب، أنا برسم أهو خالص، مفيش مشكلة خالص. رسمت اللاين تمام، وبعدين بقف على البرش. للبرش بحدد بقف على قائمة البرش، وبخلي الهاردست بخليه 100، بخلي حجم الفرشة بالحجم اللي أنا شايفه قدام مني. وبعدين بخش على القائمة بتاعة قائمة الإعداد بتاعة الفرشة تمام، وبقف هنا. لو انا عايز اعمل نقطة بوسع شوية تمام، هتبص تلاقي النقطة بتتوسع معايا. دي كلها اعدادات موجودة. بقى عايز اغير حجمها، اخليها مثلا بيضاوية، عايز اللي انا عايزه بالنسبة للفرشة بقدر اتحكم فيه من هنا تمام. بعد ما برسم، بعد ما خلصت الرسومات بتاعتي، بحدد وهقف على لير جديد تمام. معلش انا كنت راسم شيب، بص بحدد خلاص اهو رسمت، وبقف على لير جديد، وبقف على زي ما واقف كده، وباجي اقول له ستروك بص تمام يا جماعه، واختار البراش واقول له انتر. هلاقيه عمل لي نفس النقطه. هو طبعا اللي انا واخد الستروك كبير، فهتيجي معايا الايه الدروب ده. خلاص كده يا جماعه، نخش بقى على الايه على الرسم بتاع الصوره المفروض الناس تكون رسمت يعني تمام. انا كده دي بالنسبه للفوتوشوب، خلصت رسم وطلعت كل لير لوحده يعني، طلعت ادي معايا اللون الاسود مش عارف جه تقيل اصلا هنا. هذا كده معايا اللون الاسود شيلته، مثلا اللون الازرق او الزهري، بعد منه ادي اللون الفوشيا، بعد منه ادي اللون الاصفر تمام يا جماعه، وبعد كده الارضيه. ده بالنسبه للفوتوشوب. طب انا خلاص خلصت كده وخلصت الملف كده وعايز اطبعه، فانا بقف على اللون ده اللي انا عايز اطبعه. بعد طبعا باخد العلامات بتاعتي، بشوف ان في ناس بتبقى محتاجه انها تاخد 4 علامات في الجناب، في ناس محتاجه تاخد علامتين في النص، في ناس بتبقى محتاجه انها تاخد التصميم كله من الـ4 اتجاهات كورسات. فدي كل واحد حر في التشغيل بتاعه. لكن تعالى بقى هنا، انا مثلا هطبع اللون الاسود، فخلاص انا كده بالنسبه لي ادي واقف على اللون لوحده، وبقول له فايل ومن قائمه برنت وبطبع. يعني مفيش اي حاجه خالص، هي بس كل الموضوع ان انا بخلي الكالر اوفر لده اللي انا واقف عليه ده، اخليه 100% اسود 100%، بس كده ببتدي اطبع. انا كده بالنسبه لي رسمت ولونت خلاص قفلت الدنيا وهطبع. طيب ده بالنسبه للفوتوشوب. طب بالنسبه للاستريتور، بالنسبه للاستريتور مبدئيا يا جماعه، انا رسمت على الفوتوشوب ورسمت كله بساط وحولته، لان انا افتحه من الـ على الاستريتور. فطبعا اللي عايز يفهم ممكن افهمه لو حد عايز يستفسر يعني. ده كده لو انا هطبع على الفوتوشوب، لو هطبع على الفوتوشوب انا بختار نوع البرنتر وبختار الورق، كده الموضوع مفيش فيه اي مشكله. تعال بقى نخش على الايه على الاستريتور تمام. كده انا معايا الملف ده، الفصل في الاستريتور انا كده رسمت والدنيا تمام. فانا بس كل الموضوع بجمع الالوان، يعني انا مثلا عايز الرسمه دي تكون 4 لون او 5 لون او 6 لون وات ايفر يعني. انا كل الموضوع بجمع الالوان مع بعضها. انا عن نفسي بعمل ايه؟ باخد من قائمه ايديت، من قائمه فايل، وبختار المود بتاع الصوره، بختاره سي ام واي كي تمام كده. وبعدين بقف على الفايل زي ما انا واقف كده، واقف مثلا بالسلكت بالماجيك ويندو كده، واختار مثلا لون زي ده تمام. وبعدين اقف على قائمه سواتش اهي تمام، اقف على السواتش، وبعدين اقول له انا عايز لون جديد من هنا، يو سواتش لون جديد. وبعدين اغير اللون ده اخليه، هو المفروض ان بيجي كده بيكون ظاهر، هيظهر معاك كده بروسيس كلر، لا انا هعمله سبوت كلر واقول له لون جديد تمام كده. طبعا انا مجهز يعني الشغل ده انا مجهزه تمام. وبعدين هبص الاقي قدام مني من قائمه ويندو بلاقي حاجه اسمها سبرنج بريفيو تمام يا جماعه. بعدين بتظهر معايا القائمه دي. طبعا هو قبل اختيار الالوان بتكون كده، قبل اختيار الالوان بتكون القائمه دي موجود فيها سي ام واي كي، سيان، الماجنتا، اليلو والبلاك. لما بختار الالوان بتظهر معايا الرسمه كده
بتظهر من غير دول برضو، يعني من غير الحاجات اللي انا ضفتها الزياده دي. تعالى بقى شوف لما انا اختار مثلا اول لون. طب انا اخترت اول لون، لما اجي اشيله من قائمه البريفيو ده السواتش، طبعا يا جماعه اخترت الالوان اللي انا عايزها وعملتها بروسيس. طب ازاي اعمله بروسيس؟ انا وقفت هنا كده يا جماعه وبقف على بقف على ازاي اعمله سبوت كولر، بقف هنا وبقف على اللون اللي انا عايزه اهو، مثلا اي لون كده انا غيرت اللون، وبعدين بقول له نيو وبختار من بروسيس، بختاره ايه؟ بختاره سبوت كولر وبديله اوكي. بس هو كده حوله لايه؟ حوله لسبوت كولر. طيب انا تمام كده يا جماعه، تمام الالوان كده خلصت الالوان معايا. لو انا جيت افصل الالوان دي كده قدام مني كده وشفتها كده وشلت السي ام واي كي، تمام بقت الرسمه قدام مني بالشكل ده. ادي اسود اسود لوحده اهو، وبعدين ادي اصفر لوحده، وبعدين ادي ده طبعا فاضي، بعدين ادي الزهري لوحده، وبعدين ادي الاورنج لوحده. تمام كده يا جماعه. طيب انا عايز اطبع ده، هطبعه ازاي؟ بالشكل ده قدام، ما فيش قدام مني غير حاجتين للطباعه. الحاجه الاولانيه الحاجه الاولانيه يا جماعه ان انا اخد منه 4 كوبي، كوبي 4 كوبي، باخد منه 4 نسخ. تمام يا جماعه انا اخدت طبعا نسختين بس ايه، وبقف اقفل واحد، اقفله خالص، بعمل له حاجه اسمها اوبجكت وبختار اللوك، واقول له لوك سيلكت، وبعدين بقف هنا كده واختار اللون اللي انا عايزه زي كده. تمام يا جماعه. وبعدين اقول له مثلا انا اللون ده عايز اشيله، فبقول له اعمله لي من قائمه برضو السواتش اهي، وبقول له اعمله لي ابيض. تمام يا جماعه. طيب انا كده خلصت ده، هروح واقف مثلا على لون غيره وايه ومحدد زي كده، مثلا هقف على ده اخر، اعمل لوك اوبجكت واقول له لوك. تمام يا جماعه. وبختار مثلا لون، مثلا انا اخترت المره اللي فاتت اللون دي الازرق، المره دي اختار الاصفر، اهو دي مقفوله، اختار هنا مثلا واقول له ابيض. الاصفر واخليه ابيض. تمام يا جماعه كده مظبوط. تمام دي كده انا خرجت له الاسود. طب انا هنا هقول له كله على بعضه، هقول له انلوك للكل، وبعدين اقفل الاثنين دول اوبجكت واقول له لوك، وبعدين اجي هنا على الاسود. انا هنا محتاج الاسود، الاصفر الاسود اهو هقوم شايله خالص واخليه ابيض. كده فاضل معايا اللون ايه؟ فاضل معايا اللون الاصفر بس، اروح عامله الاصفر وعامله اسود. تمام يا جماعه، اخش على اللون اللي بعده بنفس الوضع، بختار طبعا الالوان كلها وبخرج الالوان من بعضها عن طريق ايه؟ ان انا بحدد اللون واقفل الملف، لان مش هتعرف تحدد لون معين في الاستريتور، انه هيحدد العمل كله، هيشتغل في العمل كله. لكن انا بقفل العمل، بقفل الجروب واشتغل في الثلاثه التانيين، وبعد كده افتح اللي كان مقفول اشتغل فيه لوحده، وبعد كده ايه اقفل الثلاثه كده، يعني بتعامل بنفس الوضع. طيب انا مش عايز اتعامل بالطريقه دي، والطريقه دي ممله جدا ومتعبه ورخمه وحاجه كده يعني بطيئه، يعني بتاخد وقت كتير قوي على الفاضي. طيب انا بعمل ايه؟ انا باخد ايه؟ باخد خلصت الملف كده زي ما قدام مني، وبقول له فايل برنت جنان. طبعا انت بتطبع الملف مش مفصول ازاي؟ بختار يا جماعه من البرنت من هنا، انا بختار من الكاستم حاجه اسمها ادوبي بي دي اف، تمام كده. وبحدد الملف من الادفايس، بختار برفرنس، وبعدين بختار في اللي اوت، بختار من الادفايس، واختار مثلا اي 3 مقاس الصوره، وبقول اوكي. خلاص كده يا جماعه، خلاص تمام كده. استنى الصوره تتظبط، وبعدين بختار في
بختار في الماركتنج بلايت، بختار بقول له حدد لي الترين مارك وريجست مارك والبيج انفورميشن، يعني بقول له حدد لي بيانات الصفحه مع الكورسات. تمام لحد كده مظبوط؟ مظبوط. بخش على الاوت، على الاوتبوت، وبختار ايه؟ بختار من هنا القايمه دي بتكون كده، بتكون كومبوزيشن. انا مش عايز الكومبوزيشن ده بقى، انا عايزه ايه؟ عايزه سبرنج. تمام كده يا جماعه؟ تمام. وبعدين بتفتح معايا القايمه دي، انا مش محتاج ده كله، انا مش محتاج حاجه من البروسيس، فبشيل البروسيس كله وبفضل معايا الالوان الموجوده في التصميم، اربع الوان، بقول له برنت. تمام يا جماعه؟ تمام. بختار برنت، وبعد ما هو بياخد برنت بيجي معايا بالشكل ده. خرج لي كل لون الاول، ادي تفاصيل الملف، وادي الوقت اللي انا سيفت الملف فيه، وادي درجه اللون. هو كده مديني الاسود 100%. تمام كده؟ نكبر عشان الدنيا توضح اكتر. ماشي، ادي 200%. على فكره ده ادوبي بي دي اف كروبات، مديني تفاصيل اللون ومطلع له كل لون لوحده. خلاص كده ده اول لون. خش على اللون الثاني، مديني برده تفاصيل اللون اهو اللي هو الماجنتا او الفوشيا، ومديني اللون لوحده. تمام كده يا جماعه؟ مديني اللون مفصول بالكروسات بتاعته بتفاصيل اللون، درجه اللون اللي انا شغال عليها. يعني هو مديني هنا درجه اللون 40% ماجنتا، يبقى ده اللون الفوشيا. تمام كده؟ اللي بعد منه مديني 45% ازرق مع 25% احمر، ده اللون الايه؟ ده اللون الزهري او كده، يعني ايه؟ بيطلع لي كل لوحده. تمام كده؟ طيب الناس اللي شغاله على لو انا عايز